حان وقت انه نرحب باحد اسباب هذا الانجاز اللي احنا موجودين فيه طبعا، واللي صنع هاي الفرحة واللي ساهم بصناعة يعني كل الانجازات اللي حققها منتخبنا. نعم، صاحب خبرة كبيرة، صاحب انجازات واسعة، صانع الفرحة، وصاحب جملة أنا أسعد إنسان بالدنيا بهذا الوقت. نعم، ومدرب حمل اسم كبير جدا، وهو جزء من هذا الاحتفال، جزء لا يتجزأ. اسمحوا لي بكف كبير نرحب بالمدرب الكبير الحسين عموتة. منتخب النشامة الكابتن حسين عموتة. الآن نشامة منتخبنا سيقومون بعمل ممر شرفي لدخول الكابتن وصاحب الإنجاز، كل المنتخب مع الكابتن أصحاب إنجاز، الله يعطيه العافية. الآن الكابتن حسين عموتة والكادر الفني والطاقم المعاون لمنتخبنا الوطني واللي كانوا جزء أصيل من هذا الإنجاز. تحية للجميع، الكادر الفني المعاون لمنتخبنا الوطني والمدرب الكبير الحسين عموتة.